السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من البرنامج الفقهي المباشر لكل زمان ومكان، وضيفنا فيه فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث. وفي الوقت الذي يشتهد فيه الاحتلال الإسرائيلي ومن خلفه الولايات المتحدة لترجمة صفقة القرن المشبوهة وترجمة معانيها على أرض الواقع، في الوقت الذي تشتد فيه المؤامرة على الأمة وعلى مقدساتها، في الوقت الذي يموت فيه العشرات من الضحايا نتيجة البرد الشديد خلال الساعات الماضية في إدلب في سوريا، في الوقت الذي نزح فيه أكثر من 700,000 من سكان إدلب من بيوتهم إثر القصف الهمجي الذي يتعرضون له، في الوقت الذي يفتك فيه مرض مثل كورونا بالناس وينزل بهم يمين يسار حتى دخل مصر ودخل عددا من الدول الأوروبية إضافة لما فعله في مصر، في هذا كله ومع اجتماع كل هذه القضايا معا تجد دائرة الإفتاء المصرية في واد آخر، تجدها تشجع ما يسمى عيد الحب أو الفالنتاين الذي يتغنى بإله للحب عند اليونان اسمه فالنتاين، وتجدهم في نفس الوقت يحرمون ويحذرون من مشاهدة مسلسل تاريخي هادف سعد له الناس أجمع وحظي بمشاهدة كبيرة عبر العالم، هو مسلسل أرطغرل التاريخي الشهير والذي حظي بمشاهدات غير مسبوقة وكاد يكون شبه خال من أي لقطات أو مشاهد مخلة بالأخلاق، تجدهم يحاربون مثل هذه المسلسلات. ما الذي يريده أولئك الناس؟ وما الذي تسعى له دائرة الإفتاء المصرية في هذا الوقت؟ ولماذا أصبح المفتي في مصر ينافس حسون مفتي دمشق في تلك الفتاوى الشاذة وفي الآراء السخيفة؟ لماذا لم نسمع مثل هذا حتى عن هيئة كبار علماء في السعودية أو أي مؤسسة إفتاء في أي بلد؟ لا نسمع من دائرة الإفتاء في الأردن أنها تقوم بفتاوى من هذا النوع. لماذا دائرة الإفتاء في مصر تحديدا في الوقت الذي يتميز فيه شيخ الأزهر شئنا أم أبينا بمواقف عز نظيرها؟ هذا هو موضوع نقاشنا ابتداء مع فضيلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، وهو ابن مصر وابن الأزهر، وهو على قرب من دائرة الإفتاء هناك من موقعه كأمين عام للمجلس الأوروبي للإفتاء. حياكم الله فضيلة الشيخ. الله يحييك ويبارك فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأزكى الصلاة وأتم التسليم على إمام النبيين خاتم المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن سار على نهجه وسلك طريقه إلى يوم الدين. وبعد، فاسمح لي أن أحييك أخي الحبيب وأحيي إخواني وأخواتي المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يكتب لها نجاة مما هي فيه من الهوان والذل الذي تمر به هذه الأيام. وللأسف الكبير كما ذكرت الأمة تمر بمحن وإحن كثيرة جداً، أينما يممت وجهك شطر اليمين أو شطر اليسار أو الشمال أو الجنوب وجدت محنا تمر بأمة الإسلام. لا أدري عن أي المحن تتكلم، فكلها تمس أمة الإسلام، بل وتمس الإنسانية كلها، كمرض الذي يوشك أن يفتك وأن عبر العالم كله. هو الآن عبر الإطاط ووصل إلينا هنا في أوروبا، ووصل إلى إفريقيا، ووصل إلى آسيا، ووصل إلى أمريكا، يعني أصبح فتاك عابر للمحيطات. كنت أظن أن الجهود كلها تجتمع لتذكر الناس بموضوعنا اليوم، وهو موضوع الطب الوقائي. كيف يقي المسلم نفسه
من مثل هذه الأوباء حتى لا يعني تنتشر وتدمر الإنسانية. فإذا بنا نجد انشغال بعض الناس بأشياء يعني ليست في موقع الأهمية كهذا الذي تعانيه الأمة. ما قيمة عيد الحب وما مكانته في التاريخ وفي التراث الإسلامي؟ أنا أعرف أن كلمة الحب كلمة شريفة عظيمة عفيفة ذكرت في كتاب الله سبحانه وتعالى وذكرت في سنة نبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أوثق عرى الإيمان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وليس لهذه الكلمة الشريفة العفيفة العظيمة ليس لها حد بين العبد وبين الرب، ولا بين العبد وبين أخوة الأخوة في الله، ولا بين العبد وبين الوالدين والأبناء والزوجة والأصحاب إلى آخره. بل كما قال النبي عليه الصلاة وأتم السلام في الحديث الذي يرويه الإمام البخاري في الحب في الله: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. وفي الحديث كذلك أوثق عرى الإيمان الحب في الله وبغض في الله. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا إذا أحب الرجل أخاه في الله أن يقول له إني أحبك في الله، وأن يجيب صاحبه أحبك الذي أحببتني من أجله. لا يعرف الإسلام يوما يتبادل فيه الناس ورودا ثم طيلة العام في نزاع وفي صراع وفي شقاق. لا يعرف الإسلام عالما يحتفل بعيد الحب وهناك العشرات المئات يقتلون بغير ذنب، هناك الآلاف يا سيدي المشردون الذين لا يجدون بيتا ولا يجدون خيمة تؤويهم مع هذا الصقيع القارس القاتل، ومع هذا الثلوج التي يعني تفتك بالناس. كنت أحب أن توجه ثمن الورود هذه وغيرها إلى هؤلاء المساكين الذين لا يجدون طعاما ولا شرابا ولا يجدون مأوى. هذا خير عند الله سبحانه وتعالى من أن يعني يشتري الإنسان وردة فيقدمها إلى محبوبته وإلى صديقته ولا إلى آخر هذه الحركات التي نحن نراها. نحن ليس عندنا في الإسلام إلا يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن قدم المدينة وجد يعني اليهود تحتفي بيوم عاشوراء، فقال في الحديث: قد أبدلنا الله خيرا منا يوم الفطر ويوم الأضحى، مع أنه أمر بالصيام عاشوراء وبإعطاء المكانة. لكن نحن لنا عيدان في الإسلام، لا نعرف عيدا ثالثا لهم، عيد الفطر وعيد الأضحى. لكن أنا لست ضد أن نحتفي بذكريات في حياتنا جيدة أبدا بأي حال من الأحوال، لأن الله أمرنا قال: وذكرهم بأيام الله. لكن أن نحتفي بعيد الحب وهناك القنابل وهناك البراميل التي تنزل فوق إخواننا وأهلينا فتفتك بهم، تفتك بالأبرياء من الأطفال والصبيان والنساء، لا معنى لمثل هذه الكلمة في هذا العالم المعاصر اليوم. عن أي حب يتكلمون لا أدري يا سيدي، إنما يعني هذا ما أحبه أن توجه إليه الأنظار، إلى هذه الأيام القارصة الشديدة من البرودة والصقيع والثلج. ولا يجد الناس يعني أنا قرأت في هذا الأسبوع كان أب يحمل ابنته على يديه وهو يبكي وهو يقول إن ابنتي هذه ماتت من البرد من الصقيع لأنها لم تجد شيئا تتدفأ به فماتت. أين القلوب التي تتحدث عن الإنسانية وحقوق الإنسان؟ أين حقوق الإنسان يا سيدي في هذا اليوم؟ ألا أحرى بنا أن ننزوي بعيدا عن الكاميرات وبعيدا عن الأعين خزيا، لأننا لم نستطع أن ننقذ هؤلاء مما هم فيه.
هذا أمر تتقطع له الأكباد، لا يمكن، يعني يذوب قلب المؤمن كملا حينما يرى بأم أعيين. نحن لا نسمع فقط يا سيدي، كنا في الماضي نسمع أن هناك أناس قتلوا، أن هناك أناس شردوا، وأن الآن تراهم في نفس اللحظة وهم يموتون، تراهم في نفس اللحظة، ترى المرأة في الخيمة وهي تبكي لأنها تبحث عن يعني مدفأة، أو تبحث عن غطاء تواري به أولادها من هذا الصقيع، وهي تحضنهم بذراعيها وتدفئهم بيديها. كنت أحب أن يهتم شيوخنا وعلماؤنا بهذا، كنت أحب أن يستحث الناس على البذل والإنفاق، والحمد لله شعوبنا ليست فقيرة، الحمد لله شعوبنا غنية، الحمد لله عندها من المال ما تستطيع أن تسد به رمق هؤلاء، وأن تكسو به عري هؤلاء، وأن يعني تبعث الدفء لهؤلاء. كنت أحب أن ينشغل علماؤنا، لا ينشغلوا بالفالنتير، ولا أن ينشغلوا بمثل هذه الأشياء، ولا بالحديث عن مثل هذا كهذا المسلسل. بلد أنتجت مسلسل يتكلم عن عظمة أجدادهم وعن عظمة تاريخ مرت به الأمة، ونحن جزء من هذه الأمة. ما يضير الناس أن ينظروا إليه وأن يستمعوا إليه؟ أليس هذا أولى من المسلسلات العارية؟ أليس هذا أولى من المسلسلات الغير هادفة؟ أليس هذا أولى من المسلسلات التي تربي في النفوس الكراهية والحقد؟ أليس هذا من المسلسلات التي تمزق الأسرة تمزيقا لتضع السم بين زوجة وحماتها وبين الزوج وحماته؟ أليس هذا من الأولى من المسلسلات التي تبين للفتاة كيف تتزوج بعيدا عن أعين والديها إذا أحبت شابا طائشا يضحك عليها؟ أليس هذا أولى؟ إذا كان عندك شيء في المسلسل يا سيدي يعني يخالف التاريخ أو يغير يعني المحدثات الأحداث، أو هناك شيء في الدين لا يقبله، عليك أن تكتب تقرير تاريخي علمي عن هذا الأمر. لكن نحن نقول إن هذا المسلسل لا يجوز أحد أن يراه، وأنه كذا وكذا عامة هكذا. أنا أرى الحقيقة إن هذا تجاوزا أولا في يعني وظيفتي كرجل مسؤول عن الفتوى، يعني بهذه الجملة أحرم وأحلل هكذا، إنما علي أن أكون علميا. أنا أذكر لفضيلة الإمام الأكبر عليه رحمة الله شيخ الأزهر، لما أفتى الأزهر بفتوى يعني جواز أن يرث المسلم من غير المسلم، فكنت في رحلة للقاهرة وقابلته، وهو كان شيخا لي درس لنا التفسير، ونحن طلبة درسنا كتابه التفسير، وقال لي كنت على صلبه، قال ما هذا الذي تتكلمون عنه؟ ألم تدرس في الفقه؟ ويعني بأن ما يجنب الإرث ثلاث، وهو قتل ورق واختلاف دين، ويمنع الإرث ثلاث، قتل ورق واختلاف دين. قلت بلى، ولكننا نظرنا في المسألة وبحثنا بها بحثا علميا وقدمنا الأبحاث وإلى آخره، فوجدنا أن اختلاف الدين ليس مجمع عليه عند أئمة العلم وهناك خلاف. أرسلني إلى سيدي مجمع البحوث الإسلامية لأناقش القضية مع لجنة الفتوى هناك في الأزهر، وجلست معهم وقلت لهم ائتوني بأدلتكم وهذه هي أدلتنا. هكذا العلم، هكذا تناقش الأمور. ولم يحجر الإمام الأكبر عليه رحمة الله علينا على المجلس أن يصدر مثل هذه الفتوى، وعندما تبين له أننا لنا أدلتنا التي نستند إليها قال لا بأس، نفع الله بكم وجزاكم خيرا، ودعا لنا يومها أمين المجمع. هكذا العلم يا سيدي يؤخذ بين آلي وبين، وهكذا الأمة تقابل، وهكذا العلماء ينظرون إلى المسائل. ليس إذا كان هناك بلدي هناك خلاف
بينها وبين بلد آخر، وهذا البلد أبدع في شيء أو صنع شيئا لا يمكن بحال إرضاء لبلدي أو إرضاء لبعض الناس في السلطة عندي أو إرضاء إلى 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 آخره، أنني أصدر فتوى بتحريم مثل هذه المسلسلات أو بالمنع النظر إليها أو إلى آخره. أنا يعني مثل هذه الحقيقة، ولذلك يعني لا أخفي عليك، لا أرى أحد يستمع لمثل هذه الفتاوى الشاذة، ولا أحد يستجيب لها أبدا بأي حال من الأحوال، لأن الناس تعرف عمن تأخذ دينها. وأنا بس كنت أحب أن أعلم بأن المجلس الأوروبي لإفتاء البحوث هو مؤسسة أوروبية مستقلة، لا تتبع دار إفتاء في أي مكان، ولا تتبع جماعة ولا حزب ولا تنظيم، وإنما هي هيئة مستقلة من علماء الساحة الأوروبية ينظرون في يعني المسلمين في نعلم جيدا بالنسبة لاستقلالية المجلس الأوروبي للإفتاء. ماذا عن استقلالية دار الإفتاء في مصر؟ لا، هي دار الإفتاء في مصر هي مؤسسة حكومية، لا تستطيع أن تقول أنها مستقلة بعيدة عن النظام. بعد الثورة أراد الناس أن تكون مستقلة وأن يختار المفتي اختيارا ولا يعين، وحدث فعلا أن تم اختيار المفتي الحالي، ولكن لم يأتي على قدر يعني ما تعانيه الأمة اليوم من مشاكل ومن مؤامرات وهكذا. مع أن دار الإفتاء الأصل فيها أنها لا تتعرض لمثل هذه الأمور العامة، دار الإفتاء الحقيقة ليس هذا شأنها أن تتكلم عن، إنما إذا أرسل إليه أحد فتوى أن تجيبه وتنتهي. أما الأمور التي فيها خلافات هكذا ويعني لم يستقر الأمر فيها على رأي حلال ورأي حرام مثلا أو مكروه ومباح آخره، ليس من حق دار الإفتاء أن تتدخل في مثل هذه الأمور ما لم يكن الحاكم هو الذي يحسم الخلاف بين الفقهاء في المسائل الخلافية، وليس هناك حاكم الآن مؤهل لأن يحسم مثل هذه الإشكالات. فأولى بدار الإفتاء كما ذكرت أن تنشغل بالبلاوى العامة التي يعني تعم الإنسانية التي لا خلاف عليها، وأن تترك مثل هذه الأمور، يعني إطعام الجائع، كسوة العاري، إنقاذ أهلينا في بلاد الشام وفي اليمن وفي ليبيا وإلى آخره، وفي العراق وفي لبنان في وكل يا سيدي، وفي بلاد يعني كشمير وفي بلاد الأفغان وفي بلاد هذه البلاوي التي تعم الأمة هي أولى أن يتحدث فيها المفتون وأن يتكلموا وأن تعقد لها المؤتمرات وإلى آخره. وحتى إذا اضطر المفتي أن يتكلم تكون له كلمة حق يعني، ولا يدخل نفسه في مثل هذه. وبهذه المناسبة أنا أثني على ما ذكرت من موقف فضيلة الإمام الأكبر عندما أريد أن 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 أن, أن تستعمل الألفاظ في موقف ما لتشويه سورة الإسلام، أو أريد لها يعني أن تدخل في معمعة معينة ليساء إلى الثوابت، فكانت كلمته الحقيقة كلمة قوية، أسأل الله أن يجزيه عنها خير الجزاء. طيب فضيلة الشيخ، الآن لماذا نسمع رأيهم في مسألة مثل الفالنتاين وبالتعصب ضد مسلسل مثل أرطغرل التاريخي، ولا نسمع لهم حسا ولا ركزا في مسألة خطيرة تمس مقدسات الأمة وقضيتها المركزية وأرض الوقف الإسلامي فلسطين، القضية المعروفة بصفقة القرن؟ يعني أنا كنت أحب أن يوجه هذا السؤال لهم، لأنهم الذين سكتوا وهم الذين سيتحملون والتعامل معهم. أي نعم، وهم الذين حاضر سأجيب، وهم الذين سيتحملون الوزراء بين يدي الله عز وجل، ولن يدفع عنهم النظام شيئا، بل ربما النظام لا يريد لهم أن يسكتوا. هناك في مصر من يتكلم عن الأقصى، هناك في مصر من يتكلم عن معارضة ما تسمى بصفعة القرن، هناك من يتكلم، فكان أحرى بالمفتي ألا يكون أقل من هؤلاء
الذين يتكلمون عنها يعني بحرية وبجرأة ولا يخافون حاكما ولا يعملون حسابا إلا للحق نفسه، كان أولى به أن يفعل ذلك. لكن حيث أنه لم يفعل فهو ساقي بين يدي الله وحيدا، لن تنفعه سلطة ولن ينفعه حاكم، وإنما إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني في كثير من الأحيان المفتي أو غيره ربما يتقدم هو عما يطلب منه، يحاول أن يسابق حتى يقدم فروض الطاعة وفروض الولاء. أنا أعتقد لن يتكلم أحد في منصبه ولا في عندما يتكلم عن قضية الأقصى وكيف أن الأقصى وقف والمسجد الأقصى يعني هو من مقدسات الأمة، لن يضيره شيء. ولكن هكذا النفوس، وأسأل الله أن يحسن يعني ظننا بالله سبحانه وتعالى وأن يجعلنا أهلا لأن نقول كلمة الحق وألا نهاب في الليل لومة لائم. في النهاية يا سيدي الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. في النهاية لن ينفعني لا رئيسي ولا مسؤولي ولن ينفعني أحد في هذه الدنيا. نحن رأينا بأم أعيننا وشاهدنا على مدار حياتنا التي عشناها كيف يأتي الموت فيأخذ الناس، لا يفرق بين رؤوس ولا بين أمير ومأمور ولا بين حاكم ومحكوم ولا كبير وصغير ولا غني لا يفرق بين أحد. إذا جاء الأجل، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نسأل الله تعالى لنا ولكم وللمشاهدين الكرام حسن الخاتمة، ونسأل الله تعالى الثبات. المجال مفتوح لكم المشاهدين الكرام لإبداء أسئلتكم في هذا الموضوع، يعني الآن لم نفتح المجال للأسئلة بشكل عام، الأسئلة المرتبطة بهذا الموضوع وهو موضوع يعني القرارات الصادرة عن دار الإفتاء المصرية من إباحة الفالنتاين إلى تحريم مسلسل تاريخي شهير مثل أرطغرل ووادي الذئاب وغيرها من المسلسلات التي تعالج حسا وطنيا أو قوميا تركيا إنجاز التعبير، ولكن على الأقل في فرق كما نقول دائما بين تركيا وغيرها من الاستعمار. الأتراك لم يكونوا استعمارا بطبيعة الحال، ولم يفرضوا علينا لغتهم ولم يغيروا شيئا في ديننا ولا حضارتنا كما فعل غيرهم. على كل هذا هو المحور الأول. المحور الثاني، مع ازدياد مخاوف الناس وشعورهم بالخطر الكبير نتيجة ازدياد وتفشي فيروس كورونا وحوالي الآن 1600 وفاة في الصين لوحدها، ناهيك عن تسجيل وفاة في فرنسا، تسجيل وفيات في اليابان، تسجيل إصابات في بريطانيا، إصابات في فرنسا، إصابات في عدد من دول العالم. فضيلة الشيخ، يعني هنالك يعني عدة قضايا تتقاطع مع الدين في هذه القصة، وأشعر أن بعضها فيه تجنن على ديننا إلا إذا أنت حضرتك كان لك رؤية أخرى. مثلا بيجي واحد بيحكي لك يا أخي هذا الموضوع حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قبل 14 قرن. نقول له كيف حكى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لك يعني أنه هو حرم علينا أكل الحشرات والأشياء هذه في الدين، وهؤلاء قوم يأكلون الحشرات فأصيبوا بالمرض. يا رجل، طب ما في رابط علمي بين أكل الحشرات اللي مش كلهم بيأكلوها، بس ما في رابط علمي بين هذا الموضوع وبين إصابتهم بالمرض. قال لك لا خلص، هذا الدين. فأقصد هاي الطريقة من التعاطي في القصة، هل أنت معها؟ أنا لست مع هذه الطريقة في التعاطي مع الأحداث التي تمر، وأن تستدعى أحاديث وأدلة ليحاول بعض الناس أن يستدلوا بها على الواقع الموجود، قد تصدق وقد لا تصدق. يعني الواقع يصدق مع هذه الأدلة أو لا يصدق، ويعني حدث هذا على مدار يعني السنين الأخيرة، هذه من الفتن التي تتلاحق. يجلس بعض الناس فيبحث في ثنايا حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي فيقول لك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن هناك يعني معركة ستكون في دمشق، في ريف دمشق وكذا، والنبي حضر. ثم
يقولون هكذا يعني يحاولوا أن يستدلوا بهذا على الواقع أو على ما حدث مثلا في دمشق وكذا. ومن قبل كان مع العراق هكذا جاء أيضا استدعيت أدلة وإلى آخره، وهكذا اليوم تستدعى مثل هذه الأشياء. لا شك أن ديننا أمرنا، لكن يا سيدي هو أمر المؤمنين، المكلف بمثل هذا هم المؤمنون. الله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، لم يأمر غير المؤمنين. وفي الحديث إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. فالأوامر هذه إنما هي لعباد الله للمؤمنين التكاليف. فإذا الإنسان عصى ولم يأكل طيبات يحاسب بين يدي الله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان الذي لم يدخل في الدين أصلا ولم يشهد الشهادتين، أنا كيف أمره بمثل هذه الأمور؟ كيف أقول له لا تأكل حشرات ولا تفعل؟ يا سيدي إذا كانت هذه خصاله وهذه خلال وهذه طبائع ربي عليها هو يتحملها، قد تسبب ضرر، أنا لا أتكلم، قد تسبب ضرر أو لا تسبب، هو المسؤول عن نفسه وهو الذي سيحمل وزره. كدئة الطب فيقول هذه الحشرات فيها ضرر، خلاص ويصاب بها الإنسان بضرر. وقد يقول ليس فيها، يعني أنا إذا قلت الآن بأن هذه قد يقال لي طيب على مدار مئات السنين وربما يعني أكثر من ألاف السنين التي مضت، والصينيون هذه حياتهم وهذا طعامهم وهذا شرابهم، لماذا لم يأتيهم هذا المرض من قبل ولماذا جاءهم هذا اليوم؟ قد يأتيني مثل هذا السؤال فلا نعم. أعرف له جوابا صحيح. عندما تكون هذه وجهة نظري. نعم, نعم. معلش آسف على المقاطعة، تحس ما نطول على زينب من فرنسا. تفضل يا زينب. زينب إلغي صوت التلفاز تماما. إلغي صوت التلفاز تماما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم المشكلة عندك، إلغي صوت التلفاز تماما وثم تسمعينه أسمعك عبر الهاتف. أنا بعيدة عن التلفزيون. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ يسمعك. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. جزاك الله خير شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله فيك. سيدي عندي سؤال فيما يخص يعني الصلاة في الطائرة. أنا عندما أضطر إلى الصلاة في الطائرة ويعني أعرف أنه يعني لا يوجد مكان، بعض الأحيان لا يوجد مكان للصلاة، أحيانا يكون يعني آخر الطائرة ولكن أحيانا لا يوجد، وأنا مضطر أن أصلي فيها، هل علي أن أقوم وأقف أم فقط تكبيرة الإحرام فقط يعني ثم أجلس وأكمل، أو أقف كل في كل يعني في كل ركعة علي أن أقف حتى أقرأ الفاتحة والسورة؟ وبارك الله فيك سيدي. شكرا. أرجوكم فقط والزملاء الكرام في الاتصالات، الأسئلة العامة نؤجلها للساعة الثانية، إذا كان في سؤال له علاقة باللي بنتحدث فيه أهلا وسهلا. الأسئلة العامة تحملونا بس مع بداية الساعة الثانية حتى نخدم الموضوع شوي أكثر ونوصل فكرة للناس. فإحنا عندنا ساعتين على الهواء، الساعة الثانية مفتوحة، الساعة الأولى نتحدث فيها في موضوعات محددة، واللي عنده سؤال في نفس الموضوعات مرحبا به. فزينب حنسجل سؤالك ونرجع لك لاحقا. طيب هذه أول نقطة نتحدث فيها بهذا الفيروس. دعنا اليوم في فيروس كورونا من غير شر، قبله بفترة كان في أنفلونزا الطيور، قبلها كان أنفلونزا خنازير، في أمراض كثيرة لا شك، كل فترة بنسمع بمرض، لكن في النهاية تجد النصائح الطبية هي ذاتها، الإرشادات هي ذاتها، وكلها تدور في فلك الوقاية وفي فلك العناية بالصحة. لو أردنا أن نشير إلى أهم النقاط التي تحدث عنها ديننا العظيم في هذا المجال، كيف اعتنى الإسلام بالنظافة الشخصية، كيف اعتنى الإسلام بأمور الصحة العامة، وهل المسلمون اليوم ملتزمون بها؟ نعم بسم الله. أولا يا سيدي الإسلام ربما سبق الملل والنحل الوضعية، بل وسبق غيره مما سبقه من يعني الأديان، بأن اهتم بالنظافة، اهتم بالنظافة، فجعل النظافة أساس من أساس العبادة. يعني في الحديث الطهور شطر الإيمان، شطر، والشطر النصف وزيادة. وكان المعنى بالطهور، فكون النبي صلى الله عليه وسلم يضع في ميزان يعادل زيادة عن نصف الإيمان،
هذا دلالة على اهتمام به. عندما يشرع الإسلام للإنسان إذا قضى حاجته وأن يتوضأ لكل صلاة وأن يغتسل لكل جنابة وأن يدفع عن نفسه القاذورات وأن يحترم الماء الراكد فلا يعني يرمي فيه بأذى ويحترم قارعة طريق فلا يقضي فيها حاجته، يحترم الظل الذي يستظل به الناس كذلك فلا يعني يفعل فيه شيئا يعني يسيء إلى الظل. فعندما ترى الإسلام العظيم يهتم بالوقاية قبل أن يأتي المرض، قبل أن يقع المرض، عندما يقول لنا النبي عليه الصلاة والسلام فر من المجذوم فرارك من الأسد، المجذوم صاحب مرض عافانا الله وإياكم وعافى المرضى منه يعني، لكن هو لا شك معدي، لا يمكن أحد أن هذا معدي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرك أو يأمر من يعني الناس بأن إذا وجدوا مثل هذا المريض يعني ألا يقربوا إليه، أن يفروا منه. وحدث مثل هذا حديث الوقائيات من الأمراض، زي حديث الطاعون لما كان سيدي أبو عبيد عامر بن الجراح رضي الله عنه أرضاه ببلاد الشام، ودخل الطاعون فيها فبلغ ذلك عمر، وعمر يعرف ماذا يصنع الطاعون بالناس، لذلك أرسل إلى أبي عبيدة ابن الجراح، أرسل إليه بأن يأتي، لأن سيدنا عمر يعرف قدر الرجال ويعرف أن سيدنا أبو عبيدة يعني هو أمين هذه الأمة كما جاء في الحديث، لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة عامر بن الجراح. فأرسل، لكن سيدنا أبو عبيدة رضي الله عنه كان قد سمع حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نزل الطاعون بأرض فلا تدخلوا إليها ولا تخرجوا منها فرارا منه، لا تدخلوا إلى هذه الأرض التي بها الطاعون حتى لا تنقلوا، لا تصابوا أو تنقلوا الأوباء بعد ذلك، وإذا كان الإنسان في هذه الأرض لا يخرج منها حتى لا يخرج معه يعني بالوباء، لا تخرجوا منها فرارا يعني منه، أي فرارا من هذا المرض. لكن ربما قد تكون هناك أمور وقائية ويخرج الإنسان مع الاحترازات وتسمح له السلطات بأن يتعالج أو إلى آخره. نعم. طيب. سنتابع، ولكن معنا مداخلة الشيخ شكري من بريطانيا، تفضل شيخنا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياك الله سيادة وحيا الله والشيخ حسين حلاوة، بارك الله فيكم. حياك الله. الحقيقة أنا سوف أتحدث مداخلة يعني سريعة بخصوص دار الإفتاء وما أفتت به من فتوى عجيبة وغريبة، وهي ليست الأولى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهؤلاء عندما يتحول العالم والمفتي إلى مفتي تحت طلب عند مشغليهم، ولا شك أن العلماء يعني مكانة عظيمة في دين الله سبحانه وتعالى، والعلماء أخذ الله عليهم الميثاق أن يبينوا للناس وأن لا يكتبوا الحق، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولكن دار الإفتاء أصبحت تحول إلى دار الندوة والعياذ بالله، وهذا لا يليق بدار الإفتاء المصرية التي كان الناس يهرعون إليها ويلجؤون إليها من كل بقاع الدنيا ليتعلموا من فتاواها. نعم. عندما تفتي في المرة الأولى بأنه لا يجوز مشاهدة يعني مسلسل أرطغرل، هل هذه مكايدة سياسية أم هي فتوى شرعية؟ وعندما كذلك أمس يصدرون هذه الفتوى عندما يعني في العمرة من بعض، نعم للأسف أرينا في تركاتهم تحدثوا عن القدس، نقول بأن القدس هي جزء من ديننا ومن عقيدتنا، فهي أرض مباركة مقدسة، وهي مهد الرسالات والنبوات،
ومن لا يدافع عن القدس فإنه لن يدافع عن المسجد الحرام ولا عن المسجد الأقصى. هذه القدس هي قبلة الأنبياء وهي قبلة مصر نبينا صلى الله عليه وسلم وهي مبتدأ المعراج، فهي بوابة السماء وهي أرض المحشر. والمحشر قال الشاعر: ليس للتين أو الزيتون نغضب نحن للإسلام، ليمون أو قمح الموانى نحن لسنا من عبيد الطقس ديدان الشواطئ، ما عشقنا فلسطين في سباها أو صباها أو رباها، ما عشقناها عروسا في بهاها تتطيب كفها في ليلة الحناء تغضب. للأسف فضلت الشيخ شكري غضب هي جزء من الشيخ شكري الحبيب، الصوت يتقطع لا نسمع منك الجملة كاملة، قد تبدو طريقة الاتصال إذا كانت بالواتساب أو غيره، يا ريت أن الزملاء نعاود الاتصال ليكون مكالمة عادية ونسمع الشيخ. هي بالواتساب مع الأسف، الصوت يتقطع كثيرا، يبدو الإنترنت ما أعرف، الصوت يتقطع كثيرا، أنا آسف مضطر أعتذر منك، وبتمنى أن الزملاء يعاودوا الاتصال فيك حتى نسمع الصوت بشكل أحسن. الله يكرمك يا ربي، لكن هي يعني مشاعر جياشة فضيلة الشيخ شكري أشار إليها، وتؤكد ما حضرتك أشرت إليه، إن كان هنالك من تعقيب أو إضافة لربط الموضوع شيخنا. جزاهم خير، يعني هذه لا شك أي مسلم على وجه الأرض أي مؤمن يعني آتاه الله عز وجل إيمانا يدرك به الأمور يعرف أن مثل هذه الفتاوى لا يمكن أن تنبع من إسلامنا من عقيدتنا من ديننا، وإنما يراد بها أرضاء حاكم أو يعني هوى من الأهواء والعياذ بالله أو شيء من هذا القبيل، ونسأل الله العافية لنا ولهم في الدين والدنيا والآخر. الله يكرمك. طب عودة لموضوع الوقاية الصحية، قلنا أولا مسألة التعامل مع الطاعون إذا أصاب مدينة، وهذا العزل كان مع عدم وجود التقدم الطبي، الآن الحمد لله في تقدم طبي وفي يعني في حالة من يعني القدرات على الفحص، مع أنه القصة ليست سهلة والقصة فيها صعوبة بالغة. الحديث مثلا عن إجراءات الوقاية، عن مثلا عدم العطاس بوجه الآخرين، أشياء كثيرة فيها تفاصيل بسيطة ولكن فيها ارتباط بالذوقيات وفيها ارتباط بالصحة، أين الإسلام عنها؟ نعم، هذا هو إسلامنا، ديننا هو دين النظافة ودين الجمال ودين الكمال، ديننا يعني جاء يعني ليسعد الناس في حياتهم بأبدانهم بأخلاقهم بدينهم بسلوكهم كما يسعد في آخرتهم كذلك. هو مثل هذه الأمور هي كما قلت حضرتك ذوقيات، ولكن أيضا في باطن هذه الذوقيات تأتي كذلك التحصين من أن يصاب الإنسان بمثل هذه، حينما يؤمر الإنسان أن ألا يترك طعامه مكشوفا بالليل، عندما يؤمر الإنسان ألا أن يكفئ يعني الإناء ولا يتركه هكذا معرضا لأن تدخل فيه الحشرات أو السقاء اللي بيشرف فيه الإنسان، هذه كلها يعني من عظمة هذا الدين، وهي في نفس الوقت حرز من، لأني تعلم حضرتك كان فيما مضى الحشرات تمشي في البيت فقد تسقط على الطعام أو تأكل منه، قد يكون بعضها مسموم أو قد تسقط في الإناء وقد يكون بعضها إلى آخره. فالإسلام أمرنا أن نتحرز من مثل هذه الأمور، فأمر بهذه التوجيهات النبوية العظيمة صلى الله وسلم وبارك عليه. كذلك في كثير من الأمور الأخرى بقى في حياتنا، يعني عندما أمر المسلم أن يهتم بجسده حتى يكون قويا، وعندما كل جسد قوي يستطيع أن يقاوم، وعندما كل جسد هذيل لا يستطيع أن يقاوم، لذلك أمرنا أن نهتم، أمرنا أن نتداوى. وما ذلك يعني قد يكون الإنسان مسلما صالحا، يعني نبي الله شعيب ابتلاه الله بالمرض
أنبياء الله والصحابة صلى الله عليه وسلم خيرة الناس يبتلوا بالأمراض. يعني الابتلاء بالمرض يحتاج يعني مهما فعلنا من وقاية قد يقع، فيحتاج إلى صبر واحتساب. لكن هل يحق لنا أن نشمت كما قلنا سابقا أن نشمت بالآخرين لأنهم مبتلوا بمرض؟ والله أهل ربنا بعاقب أهل مليار واحد في الصين لأنهم عمالهم بيشتغلوا ضد المسلمين في الإيغور. يعني أنا أعجبني الحقيقة ما قرأت في الأخبار، ولعل حضراتكم قرأتم مثل هذه الأمور، كيف تعامل المسلمون في الصين مع هذه الحال. لم يشمتوا المسلمون أنفسهم في الصين، إنما بالعكس. يعني أنا قرأت إن أصحاب المطاعم يا سيدي كانوا يصنعوا الطعام ويغلفون ويعقمون ثم يذهبوا به إلى المستشفيات، لأن المستشفيات أصبحت ربما يعني العدد كبير، يذهبوا به إلى المرضى وإلى آخره. يعني قرأنا كيف تعامل يعني المسلمون مع المرضى ومع كيف يشتروا الكمامات هذه التي تلبس ها ويوزعونها بالمجان على الناس، يعني حتى يقوا أنفسهم من الرذاذ أو من مثل هذه الأمور. المسلم إيجابي، يعني ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وأنا أمس جاءني بعض الشباب فقلت لهم أسأل الله أن يعافى الناس جميعا من كل البلايا، هذا ديني وهذه عقيدتي وهذه أخلاقي. لكن قلت لهم بالله عليكم لا قدر الله لا قدر الله لا قدر الله لو أن هذا المرض وصل إلى مسلم الإيغور فأصيبوا مثلا أو أصيب عدد كبير منهم ومات، ماذا سنقول يومئذ؟ هل سنقول هم يعني أصابوا المرض بسبب ماذا؟ يعني لا، الأمراض عندما تكون عامة والأوبئة عندما تكون عامة، هو الطاعون عندما نزل بالشام ألم يكن هناك مسلمون؟ كان هناك مسلمون غير سيدنا أبو عبيدة الجراح والصحابة من خيرة ناس. سيدنا عمر أراد أن يستدعي فقط سيدنا أبو عبيدة عامر بن الجراح لمكانته، لكن كان هناك جيش من الصحابة هناك تمام، فأصيبوا ومات منهم مقتلة كبيرة من الطاعون يا سيدي في الشام. هل نعم. يعني الشماتة واردة؟ لا عاد إلينا فضيلة الشيخ شكري، حياكم الله. حياكم الله وحياكم أخي عدنان وحيا الله الشيخ حسين وبارك الله فيكم وفي جهدكم. أولا سأتحدث في نقطتين، النقطة الأولى هي حول هذا المرض وهذا الوباء اللي انتشر وعم، وإذا ما انتشر فسيصيب الناس جميعا ولن ينجو أحد منه. لذلك المسلم يحب الخير للناس كما ذكر الشيخ حسين، والنبي صلى الله عليه وسلم كما عقد الإمام أبو داود رحمه الله تعالى باب الاستعاذة، أي الاستعاذة من الأمراض، كما استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراض التي تغير في الخلقة لشدة فظاعتها ونفور الناس منها. فاستعاذ نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الأمراض، قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. وأنا أنصح كل مسلم أن يدعو الله في كل يوم بهذا الدعاء لينجو من الأمراض الظاهرة والباطنة. هذا أولا، إذا نحن نريد الخير للناس ونسأل الله أن يشافي أهل الصين على الرغم مما فعلوه من المسلمين، إلا أن المسلم كما ذكر الشيخ حسين حلاوة المسلم يعني بأخلاقه وبدينه يريد الخير للناس جميعا، وهذه رسالة ديننا وهي عقيدتنا التي نؤمن بها وندافع عنها. المسألة الثانية أخي عدنان هي مسألة الفتوى، هذه الفتوى التي في كل مرة تخرج علينا دار الإفتاء، هذه الدار العريقة في العلم وفي الفتوى، والتي كما ذكرت كان الناس يلجؤون ويهرعون إليها ليتعلموا دينهم من دار الفتوى في مصر، ولكن مع الأسف الشديد تحولت إلى دار يعني الندوة التي تحاك فيها الدسائس ويحرف فيها الكلم عن مواضعه. لقد أخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق عن العلماء يبين الحق ولا يكتمون، فانقلبت الآية فحرفوا الكلمة عن مواضعها، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم. فليتق الله هؤلاء الذين يفتون هذه الفتاوى التي ما أنزل الله بها من سلطان، تخالف المبادئ الأساسية للفتوى ولطالب العلم المبتدأ، فإنه يرفض هذه الفتاوى.
ثم كذلك أفتوا بتحريم مشاهدة المسلسل أرطغرل نكاية في تركيا أو في أردوغان. هل يعقل هذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، إنها فتوى مسيسة، وهؤلاء هم مفتون تحت الطلب عند مشغليهم والعياذ بالله، وعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. أما فتوتهم بأنه لا يجوز أن ندنس المسجد الحرام بهذه الأصوات، إن هؤلاء الأتراك الذين رفعوا ولبوا بنادوا يعني بالروح بالدم نفديك يا فلسطين أو نفديك الأقصى. الأقصى جزء من عقيدتنا، ليس للدين أو الزيتون، نغضب نحن للإسلام إلى الأرض ننسب. إن الأقصى كما قال الشاعر: ما عشقنا في فلسطين سباها أو صباها أو رباها، ما عشقناها عروسا في بهاها، تتطيب كفها في ليلة الحناء تخضب، ما عشقناها مناخا وفصولا وجبالا وهضابا وسهولا، بل عشقناها دويا وصليلا وغبارا في سبيل الله. إن فلسطين جزء من عقيدتنا، فلسطين أرض مباركة مقدسة، هي مهد الرسالات والنبوات، هي قبلة الأنبياء ومهبط الملائكة والوحي، هي منتهى الإسراء ومنتدى المعراج، فهي بوابة السماء وهي أرض المحشر والمنشر. لذلك هي جزء من عقيدتنا، وكل من يفتي بهذه الفتاوى إنما هو ينكر صورة الإسراء وينكر بأن فلسطين هي جزء من عقيدتنا. فعلى هؤلاء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يعودوا إلى القرآن لينظروا ماذا قال الله سبحانه وتعالى عن فلسطين. أقولها بإيجاز: هي الأرض المباركة، هي الأرض المقدسة، هي أرض المحشر، هي أرض التي أشار إليه دون ذكر صفة من صفاته، فقد ذكرها: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا، وكتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرث عبادها الصالحون. وهي ذكر الله سبحانه وتعالى ذكر مناطق كثيرة في فلسطين، فذكر كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة أو ربوة ذات قرار ومعين. أخرج ابن جرير عن ابن مهر النهزي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الربوة هي الرملة. وعن ابن عساكر عن أبي هريرة: أين الربوة؟ هي الرملة في فلسطين. فحملته فانتبذت في مكانا قصيا. قال ابن عباس رضي الله عنه: إلى الأقصى، أقصى الواد، وهو الواد ببيت لحم. نعم. الحديث في هذه المعاني لا ينضب شيخنا الفاضل. لذلك فلسطين هي جزء من عقيدتنا، وهذه فتاوى باطلة إنما تخالف كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يتوب عن هؤلاء الذين يأخذون بكتاب الله بغير علم. شكرا لك. ذكرنا الشيخ شكري فضيلة الشيخ حسين بالتعليق على هتافات بعض المعتمرين في بين الصفا والمروة: بالروح بالدم نفديك يا أقصى. وسارع البعض لاعتبار ذلك أنه بث للفوضى وأنه مخالف للسنة. الحقيقة يعني الأقصى حياتي والأقصى كل شيء، يعني أراه يجب أن يدافع الإنسان عنه في هذه الدنيا. بعد ديني كلمة التوحيد يأتي المسجد الأقصى، كما قال أخي الشيخ شاكر جزاه الله خير وشكري عفوا، أشكره على هذه الكلمة الطيبة وأسأل الله أن يبارك فيه. جزء من عقيدتنا الأقصى، والأدلة كما ذكر ووضح كثيرة، لكن أنا لا أحب هذه، أنا شخصيا لا أحب أن تستعمل العبادات لمثل هذه الأمور. أنا أحب أن تبقى العمرة صافية لذكر الله والعلاقة العبد. كنت أحب أن يدعو الله على الظلمة في مثل هذه المواقف الطيبة التي يستجاب فيها الدعاء بينهم وبين أنفسهم، يرفعوا أكف الضراعة ويدعو الله سبحانه وتعالى. وأنت تعرف أن يعني الدعاء مجاب في هذه الأماكن الطيبة المباركة، بدل أنني أخشى أن يأتي غدا فأقي فطائفة أخرى تصيح صيحات أخرى مقابلة لها، وطائفة أخرى تأتي فتصيح بالهتاف للزعيم الفلاني أو يعني الرئيس الفلاني أو وهكذا، وتصير العبادات يعني أنا أسف مرتع للعب وللأهواء. الأقصى في القلب والأقصى في الحياة وفي النفس. لكن أنا عندما شاهدت هذا، وهذه قضية شخصية
يعني ليست فتوى مني، لكن قضية شخصية، أنا لم أستطع هذا في مثل هذه الأماكن الحقيقة. أشكرك جدا على هذه التوضيحات فضلت شيخ حسن حلاوة، وسنعود نتابع المزيد بالذات في موضوع الفيروسات والوقاية الصحية في الإسلام، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على العناية بالصحة، ولكن بعد وقفة قصيرة مع الفاصل ثم نفتح المجال لأسئلتكم، فلا تذهبوا بعيدا.